رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نذهب بكم إلى على موقع تواصل فيديو لمشجعي ليفربول وهم يغنون أغنية لمحمد صلاح، يقولون فيها لو أحرز محمد صلاح هدفين في هذه المباراة سنتحول إلى الإسلام. فلنستمع إلى هذا المقطع الذي شاهده طبعا نحو مليون مرة على مواقع التواصل يعني الاجتماعي أحد الناس المتابعين له. نتابع. It's good enough for you, it's good enough for me. It's sitting in a mosque, that's where I wanna be.